مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفات جديدة، وصفات بناء على طلب حضراتكم. هنبدأ بأول وصفة وهي القرنبيط. بما أننا بقينا في الموسم والقرنبيط توفر والحمد لله، وطبعا كان مطلوب مننا الحلقة دي، فاسمحوا لنا النهاردة نعمل القرنبيط بطريقة جميلة وسهلة. طبعا أفضل موسم للقرنبيط، هو ليه موسمين بس، هو أفضل موسم ليه اللي بيبقى فصل الخريف، لأنه بيبقى الهواء فيه أفضل. أعتقد أنه ده بيبقى أفضل ليه في زراعة القرنبيط. خلينا نبدأ نقول مقاديرنا. احنا هنبقى مستعجلين هنا، انت صح ولا انتوا مستعجلين هنا؟ طيب يلا، عندنا قرنبيط مسلوق، وهنسلق مع بعض كده شويه قرنبيط، نشوف نخلي لونه جميل وابيض ازاي. عندي قرنبيط مسلوق، وعندي نص كوبايه لبن، عندي معلقه كبيره كمون، يفضل كمون الحب بالذات في السلق، عندي معلقه صغيره او كبيره من الملح على حسب بتحبوا طعم الملح ازاي، معلقه عندي بقى للتتبيله نفسها، اربع بيضات، معلقه كبيره ثوم مفروم، كوبايتين من الدقيق، عندي كوبايتين من اللبن، وكمان عندي ملح وفلفل، وعندي معلقه كبيره من الخل، عندي كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعندي كمان معلقتين من الكمون، وعندي كزبرة طبعا خضراء، شبت، الحاجات اللي حضراتكم الخضرة اللي انتوا بتحبوها بتدي طعم وجمال للقرنبيط، ملح وفلفل طبعا وزيت للقلي. انا هبدأ بأول حاجة، حطينا شوية مية، طبعا احنا مسخنين المية، بسم الله هوريكم كده سلقة خفيفة عشان الكام قرنبيطة الكام زهرة اللي معايا دول نسلقهم، وبعدين نملى هنا تاني مية ويظبطون. هحط فيها هنا، بحط رشة ملح، رشة كمون، وهحط شوية لبن صغيرين عشان تخلي القرنبيط لونه أبيض. حلو الكلام، نقلب، وتعالوا بقى ننزل القرنبيط بتاعنا القمر ده. بسم الله، قطعناه زهرات كده زي ما تحبوا على حسب كل واحدة تحبوها قد ايه، او تستخدموها في ايه. خلاص، طيب عندي كده نقلب تقليبه، ممكن انقله على العين دي اذا تكرمته، خليه جنبي عشان اعلي النار. بسم الله، طبعا بحيي كل اصدقائي، كل يعني متابعيني الكرام من خلال الصفحه الشخصيه الشيف عظيمه حمدي بالعربي، لانه التواصل والدعوات واي اسئله، وشكرا لكل من سال عليا وقال لي انت فين، وعرف ان انا في قناه الاهلي. انا باكد على حضراتكم موعدنا تاني، احنا من السبت للاربع من الساعه 1 للساعه 2:30، الايام اللي بيكون فيها ماتشات خاصه بالاهلي، يمكن لو الظروف ما سمحتش ما بنبقاش مع حضراتكم، لكن معاكم باقي الاسبوع. دلوقتي احنا اسمحوا لنا بقى نقول لي يعني احد مديرين الانتاج المحترمين اللي التقيت بيهم هنا في القناه، الاستاذ وليد عوض. خليني اقول له كل سنه وانت طيب، النهارده عيد ميلاده، فنتمنى له سنه سعيده عليه وعلى اسرته جميعا يا رب، بالصحه والعافيه وامنيات تتحقق باذن الله. وكل من عيد ميلاده النهارده زي وليد، بتمنى لكم من قلبي السعاده وامنياتكم تتحقق ان شاء الله السنه اللي جايه. طيب تعالوا بقى كده نقلب ايه تقليبه. محمد هات لي بقيه الاسباتشولات والنبي. عايزه اقول لكم القرنبيط ده مفيد جدا وغني جدا في مواد كبريتيه، عايزه اقول لكم كمان غني بالفوسفور جدا. بصوا ليه احنا بقى بنحط الكمون اصلا مع القرنبيط، لان الكمون ده هو اللي بيساعد ان الحديد يمتص من القرنبيط، امتصاص الحديد من القرنبيط. الكمون اللي احنا بنحطه ده هو اللي بيساعد على امتصاص الحديد اللي جوه القرنبيط. بصوا كده نقلب تقليبه حلوه ونسيبها تاخد غلوه كده، وخلوا بالكم انا دايما القرنبيط ما بحبش اغليه او اسلقه كتير، بطلعه بنسبه كده معينه. كان في بوله فيها ميه ساقعه يا ولاد، وديتوها فين؟ ها؟ طيب خلي محمد يجهزها لي، ممكن ينودي؟ عايزاها. طيب انا كده حطيته خلاص يتسلق، يبقى دي مرحله اولى، هتلاقوه كده طالع ابيض وجميل ونقي. ده الكمون مكان رواسب الكمون اللي احنا عملناه. هنيجي نعمل بقى التتبيله بتاعته.
انا هنا عايزه اخد ده كده. خلينا نعمل الاول القرنبيط المقرمش. بسم الله بسم الله. هناخد كده بوله. طيب خليني اخد بوله من هنا. واخد دي كمان. هعمل فيها نكسر هنا الاول البيض، نتاكد ان البيض تمام. بسم الله الرحمن الرحيم كده. على حسب بقى، اربع بيضات. لو هي القرنبيطه الصغيره مش هتحتاج خمس بيضات، يعني ممكن يبقوا اربعه، ممكن يبقوا ثلاثه كبار، على حسب الموجود. دي بيضه بلدي كده فلتت. تمام. بسم الله، بس عشان تاكلوه وتستمتعوا بيه. هنضيف له بقى مكون كده لطيف عشان يدينا القرمشه الحلوه اللي احنا ايه بنقول نحتفظ بيها. ودايما لو انتوا عايزين تعملوا القرنبيط بنقول ايه، نعمله ونحمره قبل على طول. طيب طيب هنعمل كده. لا انا هعمل كالاتي. الريحه بقى بدات تبقى جميله. حاضر حاضر حبايبي. عايزه بس البوله كبيره بعد اذنكم. ايوه بصوا كده، الله ريحته بقى بقت رائعه. يعني عرفتوا بقى اضافه الكمون ليه مش بنحطها بس عشان نتخلص من الغازات اللي بتبقى موجوده كمان في القرنبيط، لا احنا كمان عشان يحفز ان احنا نمتص الحديد اللي موجود جوه القرنبيطه نفسها. طيب هناخد بقى كده ايه البوله دي. هحتاج البوله الكبيره اللي معاك يا محمد لو سمحت. ايوه بقى، يعني عايزه اقول لكم القرنبيط ده من الحاجات اللي بتساعد جدا الجسم انه يتخلص من السموم، وبيساعد في تعالوا كده نطلع دول. عايزه اقول لكم كمان لمرضى الضغط القرنبيط ده ممتاز، لانه بيساعد على خفض الضغط، وبيساعد كمان في استقرار نسبه السكر في الدم. بصوا عايزه اقول لكم بقى مفيد جدا للناس اللي عندها نسبه كوليسترول ضاره، هو بيحفز قوي نسبه الكوليسترول النافع وبيقلل الضار، لانه في نسبه الياف عاليه جدا القرنبيط. انا عايزه اوقف تسويته فمحمد يجيب لي شويه ميه سخنه. بصوا انا ما خليتوش يستوي مليون ميه بتلج، انا خلاص حطيته هنا وهبدا اخد الميه اللي بتلج دي اهي هنزله فيها عشان اوقف. بصوا بقى طلع ابيض وجميل ازاي. اوقف التسويه بتاعته اهي، شايفين معانا استاذ محمد من الاليوبيه. اهلا وسهلا يا فندم استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. الو اي فندم، مع حضرتك اتفضل. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب. عايز اعرف حضرتك طريقه الكبده البانيه. الكبده البانيه اللي عايزه بيض وبقسماط ولا كبده بالرده؟ يا فندم. حاضر، من عيني يا استاذ محمد. عينيا وتحيه لكل اهل الاليوبيه يا فندم. شكرا لحضرتك ولمداخلتك جدا. حاضر من عيني. ننزلها يا ندى، اسيبه بس يوقف تسويته. بصوا بقى القرنبيطه جميله ازاي، انا معجبه بيها جدا. طيب هي عشان بس الطبق ده مش مساعدني، فخليني معلش اخد دي احطها هنا واطفي هنا، وهبدا احط البيض. وهناخد رشة ملح معانا. زيزي جيجي، أهلا يا جيجي. ديدي قولولي الاسم صح يا ولاد. سوزي. طيب والكمون قول يا حبيبي. نعم جودي. أيوة كده يا شيخ، الحروف المناطق الحروف دي قوي. يا جوجو ازيك؟ وكنت وانا هعمل دلوقتي مع مامي القرنبيط. يا روح قلبي بحبك قوي. يا حياة قلبي، يا رب يسعد ايامك كلها يا جودي، انت وكل اصحابك وكل اسرتك واولادي وكل اللي بيسمعونا دلوقتي، ويبارك فيك يا رب حبيبه قلبي. كنت عايزاكي تعملي لي السوداني اللي بالكراميل. انهار ابيض. طب ايه رايك بقى انت هتشوفي السوداني اللي بالكراميل؟ احنا هنعرضه امتى يا رانيا؟ حلقه السوداني عشان خاطر جودي يوم الاربع يا جوجو. شوفي السوداني اللي بالكراميل لو سمحتي.
ماشي يا روح قلبي. ميرسي يا جوجو، نورتيني وشرفتيني. هبدا اقلب بس كده، وهبدا انزل باللبن الاول. التوابل دي مهمه كده. هنبدا نخلط بقى مع الدقيق. انا هحط الخليط ده فوق خليط الدقيق بس هخفه شويه، عشان هو انا عايزه كوبايتين بس، واللي عندي ده اكتر من كوبايتين، فخليني ايه افصلهم هنا الاول. انا عايزه محمد يا ندى يجيب لي البولات الكبيره لو سمحتي، الكبيره خالص. خلاص هناخد كده، لو حسينا ان احنا محتاجين هنزود. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما هحط الدقيق هحط كده شويه من البيكنج باودر بسيطه قوي، والنشا، وهذا هو المكون اللطيف اللي احنا دايما هنقيه. اللي عايز يحط المكونات الجافه على الدقيق ماشي، اللي عايز يحطها على المواد السايله ماشي، في الحالتين اللي يريح حضراتكم. انا بحاول اقلب كده، انا عايزاه يبقى خليط تقيل شويه، في سماكه زي ما بنعمل كده ايه خليط القطايف مثلا، ونزود كده. في اكبر من دول يا محمد، في اكبر من دول. غيرهم مش مشكله. بصوا كده شايفين ازاي، هنزود عشان انا عايزه الخليط كله يبقى في الطعم الحلو ده. كمون، الكزبره، ولسه هنضيف كمان شويه من الخضره الجميله دي معانا مع الثوم. وهنجهز بقى الزيت بتاعنا، الطاسه اللي فيها الزيت كده. تعالوا بس ايه، مفيش مشكله، انا بس ايه الريحه طبعا مهما قلت لحضراتكم الريحه عامله ازاي، عايزين طاسه الزيت لو سمحتوا. بصوا كده اهي خليط كده، شايفين ازاي ريحته تتكلم عنه الحقيقه، ما شاء الله. هاخد شويه من الكزبره ممكن الخضرة، شويه شبت خفيف كده. الشبت ده فوائده كتيره جدا ومفيد قوي، وعلى فكره في ناس مش بتحبه، بس انا بقول لهم حتى ايفن خدوا يعني منه كميه ولو بسيطه استخدموه، لانه فايدته في حاجات كتير جدا مهمه. بصوا بقى هنقلب كده شويه كمان، يلا بينا. ادي الخليط بقى جاهز، القرنبيط سلقينه وبرد، يلا بينا. نضف بس الجزء ده وهلبس الجلافز واشتغل مع حضراتكم عشان نعمل بقى ايه القرنبيط المقرمش عشان جوجو بتحبه. على فكره انا عايزه طبعا كل الولاد اللي مش بيحبوه هنعمل لهم طريقه تانية يحبوه بيها ان شاء الله. برضو النهارده هنعمل لكم وصفه تانية تكون مستحبه جدا للولاد عشان يحبوها. هشيل بقى، انا هاخد ده هنا اقربه كده مني، وايه حط ده هنا. خلوا بقى اللبن تمام حبايبي. طيب هاخد كده، انا عايزه اخد مثلا حله وسط احط فيها، ممكن تبقى دي كويسه قوي عشان تبقى حاجه عميقه والزيت ما اضطرش ان انا احط منه كميه كبيره. خليه بقى اشغل كده هنا النار. بسم الله بسم الله، ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا نحط الزيت، نمسح بس هنا لو في نقطه ميه، اهم حاجه ما نسيبش ميه خالص، عشان بعد ما بيسخن الزيت بتبدا تطرطش فما تبقاش لطيفه. هحط بس كميه الزيت دي، بسم الله، ونزود بقى عليها عشان لما انزله يبقى في زيت عميق، فهي ما يبقاش بياخد مني. لو انا اشتغلت في الطاسه الجرانيت هتبقى مسطحه، هتاخد كميه زيت كبيره. طيب بسم الله، نزود بقى كميه الزيت كده. شايفين قرنبيط لونه ابيض ازاي من لون من شويه اللبن اللي حطيناهم مع الايه، شايفين، عشان تبقى تملانا زيت يا محمد. طيب
هنسخن بقى الطاسة دي، وتعالوا بقى تعالوا كده بقى نلبس بقى الجلافز ونبدا ايه نتعامل. بصوا بقى، بسم الله معانا بقى حاجه نطلع فيها، وعلى مناديل او حاجه، وممكن تبقى مصفى، مش شرط تبقى على مناديل، ممكن تبقى مصفى او يبقى ورق زبده او مصفى، مفيش مشكله، او نطلع على ورق بقدونس زي ما انتم عايزين. انا عندي كميه خضره كتير، فانا تخلوني اجيب طبق كده للتقديم. انتوا فين الحاجه كلها يا حبايبي؟ تعالوا كده نجهز بقى طبق كده كويس عشان نطلع عليه القنابيط الحلو بتاعنا. النشا ده مهم، اتفقنا ان السلق بتاع القنابيط ما يبقاش بدرجة كبيرة قوي، علشان لما حضراتكم تحبوا انكم تحمروه يقرمش مع شوية النشا اللي حطيناهم للخلطة، هيبقى مع حضراتكم زي ما انتم بتحبوا بالظبط. ناخد استاذ احمد معانا. منين؟ من القاهرة. أهلا بيك أستاذ أحمد. أحمد الدبيكي مع حضرتك من يا القاهرة. يا أستاذ أحمد إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك؟ عامل إيه يا فندم؟ الحمد لله شيف عظيم حضرتك. الحمد لله حضرتك، اللي أخبارك إيه والأسرة كلها أخبارها إيه؟ الحمد لله يا فندم، ربنا يبارك فيك يا رب. إزاي حضرتك وأسرتك جميعا؟ كلنا بخير الحمد لله، يا دايما يا رب بخير وسعادة كده وسلام يا رب. أمين يا رب دايما يا فندم. ربنا يسمعنا عنك طبعا. منورة الدنيا، منورة الدنيا كلها طبعا. الله يخليك بوجودكم والله ومتابعتكم أستاذ أحمد والله. رب حضرتك من الناس المحترمة، ربنا يبارك في حضرتك طبعا. حضرتك ربنا يبارك في حضرتك. لا حضرتك أكثر احتراما طبعا. الله يخليك يا فندم، تسلم لي. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، وما يحرمنا منك ولا من وصفاتك الجميلة يا رب. الله يخليك. لو ليك أي طلب أمر يا أستاذ أحمد اتفضل. معلش كنت عايز حضرتك على الفطير المشلتت، كل ما اعمله يطلع يعني ايه ناشف او قافش شويه، بيقفش ناشف يبقى ماده دهنيه زياده. مع ان ببقى طب حضرتك بتعملي قولي انا بحط كيلو دقيق. ايوه عليه قد ايه ملح وميه؟ الدقيق اللي هو يعني الدقيق اللي هو متعدد الاستخدام. كويس. بحط يعني ايه معلقه ملح صغيره، وبحط الميه على الكيلو دي، يعني بحط ايه 3 كوبايات او يعني او ايه او 3 كوبايات وشويه يعني. ماشي. العجينه بتلم وبتبقى كويسه؟ ولا بيبقى كويس؟ بس هقول لحضرتك حاجه، بتبقى كويسه وكل حاجه. وبعدين بتنشف في انهي مرحله بقى؟ بتنشف بقى عند التسويه، يعني هي بتبقى جميله وناعمه كده، بتبقى عامله زي اللبان بالظبط. كان حضرتك يعني ايه زي اللبان اللي هو حضرتك بتريح العجينه؟ حضرتك لازم تريح العجينه. اولا تتعمل كور صغيره خالص، وتتساب تحتها زيت وفوقها زيت، وتتساب ساعتين زمن. هتلاقيها ساعتين زمن يعني مش نص ساعه زي ما لا 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 لا، لازم تسيبها ترتاح خالص. لما تعملها بايدك كده تتفرد معاك براحتها، طول ما هي بتشد يبقى هي لسه ما ارتاحتش. وما نكترش الماده الدهنيه. كل ما بفردها فعلا الاقيها تلم. ايوه ما ارتاحتش كويس. يعني كفاية. مثلا الكيلو دي مثلا كيلو دي ياخد له نص لتر ميه. تمام. الكيلو دي مثلا احط على الماء نص لتر ميه. نص لتر ميه اللي هو بمعدل يعني تقريبا يعني معدل ايه ميه، معدل كوبايتين ونص مثلاً، وزود من بعد الكوبايتين ونص على حسب هي لمت معاك وبقت كويسه ولا لا. بس هتظبط مع حضرتك، وما تكترش الماده الدهنيه في النص عشان ما تنشفش منك، واحنا عشان كده بنحط قشطه. طيب اسمحوا لنا بقى هحط القطعه دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهستسمح حضراتكم نطلع لاستراحه عقبال ما انا اجهز القرنبيطات اهي، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل مع بعض شكل القرنبيط المقرمش في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا كده ادي القرنبيط، هوريكم بس ايه، بصوا شكله عامل ازاي، بصوا الصوت مقرمش وجميل، والخضره دي بتدي طعم حلو قوي لما بتكون فريش الحقيقه، بتدي كده طعم جميل جوه القرنبيط. هنبدا بقى نطلع شويه، نحط شويه بشويه. الزيت لما بيبقى غزير بيبقى احلى وما بياخدش كميه كبيره زي ما اتفقنا.
وطبعا الزيت لما يكون مش نظيف او خلاص اتوسخ واحنا مش هنستخدمه اعملوا بيه صابون. عايزين نعمل لكم حلقه كده مميزه فيها فكره الصابون علشان كل اصدقائنا اللي عايزين يستفيدوا من الزيت اللي موجود قديم عندهم. يبقى احنا عملنا اعاده تدوير ليه بشكل لطيف وجميل. طيب هاخد كده السبايدر ده نطلع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا خليني اخد الصغيره دي الاول. شايفين عامله ازاي؟ بصوا شايفين حلوه ازاي ما شاء الله. طبعا يتاكل طبعا كده جميل وسخن. تعمل بقى سندوتشات تحبوا تاكلوه تعملوا جنبه طماطم مخلله بتنجان مخلل حاجه حلوه كده حرشه يعني ايه تفتح النفس زي ما بيقولوا. بصوا عشان كمان دينا كانت سالتني على القرنبيط فانا يا دندون عملته اهو عشان تشوفي ان احنا اضفنا ليه النشا. وخلينا نكمل تاني كمان كام واحده من القرنبيطات الحلوه بتاعتنا دي اهي كده نغلفها ونصفيها كويس وننزلها في الايه في الخليط بتاعنا اهو كده. وهنعمل بقى وصفه جميله كمان من الوصفات الحلوه قوي. في ناس كتير بتحب العجه او محبه لاصناف العجه عموما سواء بالقرنبيط او بغير القرنبيط. احنا النهارده هنعملها بالقرنبيط عشان نقول للناس اللي بتحب العجه بالقرنبيط احنا عملنا وصفه جميله بيها وسريعه وسهله وبسيطه ان شاء الله تعجب حضراتكم وتجربوها.